جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نلاحظ في هذه الآونة انتشارا ظاهرة بين النساء، وهي أن معظم النساء تقوم بقص شعرها من الأمام، وهذا يسمى بالغرة أو القصة، علما أنها تكون فوق شحمة الأذن. فما هو توجيهكم لهذه الظاهرة جزاكم الله خيرا؟ هذه ظاهرة غير سليمة، ظاهرة قص الشعر من الأمام أو من أي جهة. هذه الغالب أنها جاءت من الخارج، من خارج البلاد، وفيها تشبه بالكافرات، لأن غالب من يفعلن ذلك إما أنهن يطالعن في بعض المجلات وينظرن صور نساء الكفار، أو ينظرن في التلفاز وما يظهر فيه أحيانا من الأفلام أو التمثيليات التي فيها تظهر فيها نساء غير المسلمين في هذا المظهر، فبعض النساء المسلمين يقلدن ما يرين من ذلك. والحاصل أن قص الشعر للمرأة إذا كان القصد منه التجميل فإنه غير مرغوب فيه، لأن الجمال في بقاء شعرها وتوفيره وإصلاحه. وأما إذا كان القص لغرض غير الزينة، كأن تكون مريضة أو يكون الشعر كثيفا وهي لا تقدر على إصلاحه أو لا تقدر على مؤونته، فلا بأس بذلك أن يخفف من الشعر من أجل أن تخف المؤونة، تخف تكاليف الشعر عليها. نعم.